في تركيا ارتفع في الأيام الماضية سعر الحمار من 200 ليرة تركية إلى 1000، والسبب زيادة الطلب على الحمير ولا سيما الأوتون، أي إناث الحمير المنتجة للحليب. أما سبب زيادة الطلب على هذا النوع من الحليب الذي يصنف بأنه الأغلى في العالم فهو تمتعه بقدرات علاجية كبيرة لعدد من الأمراض، إضافة إلى قدرته على تأخير علامات الشيخوخة، وهو ما جعله يدخل في تركيب عدد من مستحضرات التجميل في أوروبا، حتى إن ثمة من يعتقد أنه سر من أسرار الرشاقة. ويحكى أن سر رشاقة كليوباترا وجمالها يكمن في أنها كانت تستحم بحليب الحمير. قصدنا أحد مربي الحمير في منطقة شحيم، نسأله إن كان يعلم سر حليب الأتان، فوجدنا لديه الوصفة. عم أنت بتعرف أنه حليب الأتان أو الحمار مفيد؟ معلوم، مفيد للحساسية وللربو. هلا اذا واحد مثل حكيتنا يعني كبير عمره بياخذ بيرتاح، بس اذا طفل عمره 5-6 سنين مسحه رسول ما بيعود يتراجع، بتروح منه الحساسيه والربو. انتم مجربينه للحليب؟ طبعا مجربينه بحالنا باولادني. وكيف طعمته؟ حلو مثل قرن الخروب. طعمته مضق اطيب من الحليب المعزه. عم بحكيكي جد، تسعلي كثير. وقالت لي امي ستك راحت جابت حلبة حمارة، بكان بكل ضيعة في اثنين بكل بيت حمارة حمارتين، هي حلبوا لي بسقولي وما عاد بيني شيء. يعني دواء بتستعمله؟ دواء. ايه دواء 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 معلوم، بس العالم تقرف منه. هو بيقرف مش الحمارة. انتم مستعملينه لهذا الحليب؟ ايه مستعملينه، بس الاولاد ما معهم خبر، لان اكيد بدهم يقرفوا، بس هو نفس الطعم نفس الشيء. وشو صار بس استعملتيها؟ شو صار؟ ما بقى في شيء لا سهله ولا حساسيه ولا شيء. وفي المناسبه العم لطفي كشف لنا سر المثل الذي يقول شبعان من حليب امه. هيك بيقولوا شبعان حليب امه، هذا اللي بيقولوا شبعان حليب امه، اخذينا عن الحماره والحمار اخذينا عنه مش عن امه وبيه. لانه هالقد مفيد الحليب؟ ايه طبعا شبعان حليب امه. وإن كانت تركيا واليونان وفرنسا وتشيلي من أشهر البلدان المنتجة لحليب الأوتون أو كما يسمى عادة حليب الحمير، فما الذي ينقص لبنان اقتصاديا ليصبح دولة منتجة هو الآخر؟ نحن أولا بحاجة لاستقدام سلالات جديدة من الحمير المنتج العالي الانتاجية. اثنان، نحن بحاجة للأعلاف الكافية اللي نأمنها لناخد منها برودكت او منتج عالي الجودة. يعني الحليب العادي الرو بتراوح اذا كان عالي الجودة لل 75 دولار، ببلش من ال 35 لتر لل 75 دولار. الاجبان كتير عالي سعرها، حوالي كيلو من الاجبان حوالي 1250 دولار، لا يقل عن 1250 دولار. فهل ينصف اللبناني الحمار في بلد لا يجد فيه المواطن من ينصفه؟ حمار وبتحكي؟ كل الحمير بتحكي، بس انتو ما بتفهموا عليهم لانكم بني ادمين اجلاق. حليمة طبيعة، قناة الجديد.